هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هتكلم معاكم النهاردة في درس جميل جدا عن البولايتنس الأدب. لا شيء، ما تنسوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو، تعليق أسفل الفيديو. لا، في البداية في حاجة اسمها TACT اللي هو الاستحسان. minimize the cost to other، بتقلل من ال وبتتحمل يعني على نفسك، بتقلل من التحامل على الآخرين، يعني بتقلل من التحامل على الآخرين. maximize the benefit to other، بتزود من الفايدة للآخرين، بتزود الفايدة للآخرين، ده الاستحسان. في شبه كبير قوي بينه وبين generosity اللي هي الكرم. ده الكرم انت بتعمل ايه، بتقلل من الفايدة لنفسك وبتزود من وبتزود من التحامل على نفسك، بتتحمل على نفسك. appropriation اللي هي المجاملة. minimize spread to other. appropriation بتقلل من المدح بتقلل من المدح. يعني احنا ما اديناش مثال هنا، معلش انا هقول هنا بس في الاستحسان في مثال، زي مثلا ايه بالنسبة ده TCT، بالنسبة لل TACT في مثال هنا عليه، يعني مثلا do you، هنا بيقول do you want a lift، انت تريد ان انا اوصلك يعني معايا. قال له well حسنا if you are going near the campus yes please، ممكن لو سمحت، لو انا مش ه... لو انا هكون في طريقك ماشي. فهنا هو عمل ايه، قلل من التحامل على الاخر وايه، وزود من الفايدة للاخر، ماشي، ما احرجهوش يعني في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ايه قلل من التحامل على الاخر. المجاملة بقى appropriation minimize displace displace to other maximize praise to other، بتقلل من المدح للآخر وبتزود من المدح للآخر، وبتقلل من المدح ايه، بتقلل من عدم المدح displace عدم المدح للآخر، بتقلل من ان انت ما تمدحوش وبتزود من ان انت تمدحه. ده الابروبيشن المجاملة. ندي مثال، يعني مثلا هنا في مثال اهوت في الابروبيشن بيقول ممكن ترد وتقول you look beautiful، ده most polite، ده جميل جدا. ده هنا I have dyed my hair blonde، انا صبغت شعري باللون اللي هو البلوندي. في هنا ممكن تقول you look different، ده متوسط يعني في الايه، في المدح. you look awful، ده كده awful يعني انت كده least polite، اقل حاجة في درجة المدح. في حاجة تانية بعد كده التالتة اللي هي generosity اللي هي minimize benefit to self، بتقلل من الفايدة للنفس اللي هي الكرم يعني، و maximize cost to self، وبتزود من التحمل على نفسك يعني، بتزود وبتقلل من الفايدة لنفسك. modesty اللي هي التواضع. minimize praise to self، بتقلل من المدح لنفسك وبتزود maximize dispraise of self، ما بتزود من عدم مدح نفسك. agreement اللي هو agreement اللي هو اللي ايه القبول. minimize this agreement، بتقلل من عدم القبول between self and other، عدم القبول للنفس والآخر، وبت maximize agreement between self and the other، وبتقلل وبتزود من القبول للنفس والآخر. sympathy اللي هو التعاطف. minimize anti peace between self and the other،
يعني بتقلل من عدم التعاطف بين النفس والآخر و maximize sympathy between self and the other. أتمنى إن الفيديو كان أعجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو والتعليق أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.